اخبار كتير جدا في كل ملاعبنا، ولكن خليني اقول لحضراتكم ايه ابرز عناوين الاخبار النهارده. الاهلي بطل كاس مصر لكره اليد سيدات. منتخب اليد يشارك في دوره وديه بالمانيا. وسمر حمزه تدخل معسكر مغلق بالمركز الاولمبي. الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال يؤجل بطوله افريقيا لمده شهر. الاتحاد الافريقي للكره الطائره يطلب تحديد ممثلي مصر في بطوله الانديه. والاتحاد الدولي لكمال الاجسام يمنح 13 كارت احتراف للبطوله العربيه. منتخب العاب القوى الروسي ينتظر قرار المشاركه في اولمبياد طوكيو.